قضية السوسيال تتفاعل. الشرطة فضت أمس بالقوة اعتصاماً لبعض الأهالي المحتجين على إجراءات الرعاية القصرية للأطفال. أربعة عشر يوماً اعتصم خلالها بعض الأهالي وسط ستوكهولم علهم يسمعون صوتهم ومطالبهم باسترجاع أطفالهم. الشرطة أبلغت المحتجين ظهر أمس بضرورة إنهاء الاعتصام في ساحة سيرجستوريت، غير أن المعتصمين لم يمتثلوا لطلب الشرطة. في المساء جاءت وحدة من الشرطة لتفض الاعتصام بالقوة وسط اعتراض وصراخ المحتجين قبل ساعات من توافد المسؤولين السويديين إلى الساحة نفسها لإحياء الذكرى الخامسة لهجوم دروتنينغسغاتان في ستوكهولم. السويد تشهد منذ أشهر مظاهر احتجاج على إجراءات الرعاية القصرية للأطفال من قبل الخدمات الاجتماعية. الحملة تفاعلت أكثر خارج السويد من قبل منصات ووسائل إعلام استخدمت شعارات مثل السويد تخطف أطفال المسلمين، في حين اعتبر الإعلام السويدي الحملة موجهة ضد السويد وتستخدم معلومات مضللة. وبين إعلام الخارج وإعلام السويد ضاعت أصوات أهالي يشعرون بالظلم ويتفاوتون في مطالبهم، لكنهم يجمعون على أنهم بحاجة لجهات مسؤولة تسمع أصواتهم. تظاهروا مراراً واعتصموا مؤخراً، لكن لا جدوى ظاهرة حتى الآن. أحزاب البرلمان تسير في اتجاه معاكس تماماً. غالبية برلمانية ترفض التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وتطالب بتشديد أكبر. تعديلات الحكومة اعتبرت من قبل بعض الأهالي متشددة أصلاً، حيث تفرض شروطاً جديدة على إعادة الطفل لأبويه الأصليين. تصويت البرلمان على مشروع القانون متوقع نهاية الشهر المقبل وسط توجه عام لتجديد قوانين حماية الطفل، فيما تبدو الآذان بعيدة عن أصوات الأهالي الغاضبين والمكلومين.